12 عام باش خدامه في هذه الخدمه ديال الكونسيرج، ومعايا غير امي مقابله مريضه، وانا كاع الناس دفعوا فاش ديال الراميد من شهر 4 وانا كنصيفط، ما استفدوني لا بتا حاجه والو. الناس شدوا جوج وغادي يشدوا الثالثه، وانا ما شديت حتى شي حاجه والو، ودايزه فيا. انا كندير على الميناج، كندير على الميناج، كنجفف الدروج، كندير اي حاجه تنديرها، وانا مقابله عين امي مريضه، ما كتمشي ما حتى شي حاجه، ما كنلقى لا باش ندوز ليها لا باش نمشي لها دواء لا حتى شي حاجه. الله يخلف على المحسنين والناس، الله يخلف عليهم. لا عمري ما مجوجه انايا، انا ضربت التمر على خوتي كلهم كبروا، خدمت على خوتي خمسة الخوت كبرتهم وضربت التمر ملي كانت صحتي عليهم، واختي بنتها، وهذا الشيء كله درته، حتى حاجه ما دايره حتى شي حاجه والو. لا كيسولوا فيا ولكن ماشي بحال انا كما كنت معاهم انايا، اللي مرض نجي ندوز ليه، اللي مريض شي حد ندوز ليه. انا ما انا الحنينه فيهم كنبغي، عزاز عليا بزاف خوتي، ولكن هما ما دانيش معايا المحنه، وانا اللي مقابله امي، انا اللي كنديها في الكروسه، راه الناس كاع عارفين في الزنقه كيشوفوني غادي بها في الكروسه، ونجيبها ونديها الحمام، ونخلص لها المره اللي كتحك ليها وتجي ونجيبها، وهكا اللي كانت غادا تاني عند الطبيب تنديها في الكروسه ونجيبها. والله يخلف على الجواد، والله يخلف على خلينا. حتى انا راني مريضه اختي، حتى انا بعد عندي العصب مريضه، صيفط لهم من شهر 4 وانا كنصيفط لهم، لا ما جاوني حتى شي واحد، ونطلب الله، الله يخلينا سيدنا، الله يحفظه، الله يخليه لينا، والناس ديال هذا المخزن، وهاد الناس اللي مسؤولين بهذا الشيء زعما يشوفوا فينا على وجه الله، والناس الله يخلف عليهم، مع جيراننا الله يخلف عليهم، هاي جيراننا هكا وسميتو، وداك الشيء ديال اللي كيعطوا للمحسنين هذا، كيعطوني ديك القفوه، ديك الورقه، ديك البون، كنمشي للاسيمه وكنتقدا وكنجيب. انا مريضه فاتحه خمسة الفتحات، مريضه دابا عندي هاد العين بوشي لي واحد العرق، وفتحتها وما نجحتش لي العمليه، وباقا ضراني دابا خاصني فتحه اخرى. مريضه فاتحه كرشي شي جوج مرات، وعندي العصب بزاف شد ليا في المعده، وكنتمنى هاد الناس يشوفوا فينا ويحنوا فينا، والله يحفظهم، والله يحفظ لي متريكتهم، والله يجازيهم بالخير ويحنوا عين، الله يحن عليهم. ضاعت لي حياتي، مش نكذبش عليك، ضاعت لي حياتي، ما تزوجتش ما حتى شي حاجه، شحال من واحد جا هكا ومن عند الله، ما عرفتش لا من العدل لا من عند الله، الله اعلم. وبقيت هكا مع امي صافي. دابا الناس العائله ديالنا والناس يقولوا تبارك لقيتي رشيده، كون ما لقيتي رشيده في غادي شكون غيهزك؟ ولكي كدوري تلاوحي على الناس وعلى هذه، شكون اللي بغى يهزها؟ ويعاونونا هاد الناس، الله يخلف عليهم ويجازيهم بالخير، ويحنوا عليا ويعطوني انا بحال الناس اللي عطاو. هادي الشيء ديال الراميد ما خديت فيه حتى شي حاجه والو، طوب الله يشفقوا عليا ويحنوا عليا، وانا خدامه على امي تندير على الميناج، يديا كاع خرجوا العظومه ديال يديا بالجفاف. باقا دابا كندي حاشاك الطارو ديال الزبن خويا، ونجيبو ديال العماره ونغسلو العماره، كما سكنتو ما كيحنوا علينا شويه، هما الله يجازيهم بالخير كيحنوا علينا هكا، وصافي ديك البركه اللي كنعيشوا بها الحمد لله.